هاي صبايا، كيفكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما بلش بدي خبركم ان الوضع بعد منه كتير منيح عنا بلبنان. الحمد لله، الله يفرج علينا وعلى اهل فلسطين وعلى جميع الدول العربية. ما رح نحكي كتير بالموضوع، نحن جايين هيك لنغير جو هلأ، نحكي مع بعض لانه تعبنا صراحة. فعم بعملكم هيدا الفيديو، منه بتستفيدوا ومنه بتطمنوا عني انا بخير الحمد لله. وبدي تعليقاتكم، بدي تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير لنرجع هيك شوي ندعم القناة ونخليها مستمرة. اليوم رح أعمل كريم كتير حلو، بتستعملوه كترطيب للوجه، بتستعملوه كمان كوقاية من حب الشباب، بيستعمل كذا استعمال، يعني ترطيب وقاية من حب الشباب، وبيستعمل كبرايمر جيل. شو هو البرايمر جيل؟ البرايمر هي الكلمة بالعربي اسمه المبطن. شو هو المبطن؟ المبطن بينحط قبل الميك اب، بيعطي لوك للوجه، يعني بيخفي لكم كل شيء عيوب بالبشرة. بينحط وبينترك لينشف وبيرجع بينحط فوق منه الميك اب. بنفس الوقت بيكون عم بيرطب لكم البشرة، عم يعطي وقاية من حب الشباب. حنحط كمان فيه زيت لبان الذكر كمان ليأخر الشيخوخة وليعالج لكم التجاعيد المبكرة. فهلا بتشوفوا قديه حلو قديه مفيد. بس قبل ما بلش بالفيديو بليز ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة. في كتير منكم بعد منهم مشتركين، فبليز اشتركوا بالقناة وحطوا لايك لأنه اليوتيوب بتدعم القنوات اللي عليها لايكس كتير. فهلأ خلينا نبلش. هلأ مثل ما شايفين عندي بيكر هون، عندي ألوفيرا جيل جايبته جاهز طبيعي، أوكي. عندي زيت شجرة الشاي اللي هو تي تري أويل، مش زيت الشاي الأخضر، لا بيختلف. زيت الشاي الأخضر هو زيت الشاي التي يعني الجرين تي أويل، بس هيدا اسمه زيت شجرة الشاي تي تري أويل، أوكي. فكتير بيسألوني عن هيدا السؤال. عندي كمان هون زيت الروز هيب، هيدا زيت الروز هيب اللي هو البذرة تبعيت الوردة أول ما بتطلع، يعني أوكي، ما مش قبل ما تفتح، لا البذرة أول ما بتطلع. عندي زيت الجوجوبا أويل، عندي زيت عملته اللي هو لبان الذكر، أنا عملته بالبيت، شفتوا ليكو لبان الذكر، شوفوا من تحت يا حوي بياخد العقل. أنا بحطه كسيروم كمان على الوجه. عنا جليسيرين، شوفوا نتوفة، ما عم نقدر نجيب مواد أبدا، كله مسكر عنا، فبالموجود عم نجود، أوكي. وعندي كاموميل خلاصة البابونج. هيدول مكوناتنا للكريم. هلا فيكم تستغنوا أكيد عن الزيوت اللي حاططها، يعني بعض منا فيكم تحطوا حتى نوع واحد زيت نوعين، بس بما انه كريم واقي للحبوب او يعني بيعملكم وقايه مشان ما يصير عندكم حبوب بالبشره، فضروري تحطوا زيت التي تري اويل. اما اذا بدكم تسووه كبرايمر جيل ومرطب بنفس الوقت، فيكم ما تحطوا التي تري اويل. هلا بداية بدي حط البيكر على الميزان، بدي اخذ من الالوفيرا جيل 100 جرام. اوكي 100 بالضبط، ليكم احلاهم كثير حلوين. رح اخذ من زيت لبان الذكر ملعقة كبيرة، أوكي.
اوكي. رح اخذ من الجليسرين الباقيين اللي عندي، هاخذ منهم ملعقه صغيره اوكي، هنحطهم كلهم يعني منا محرزه اوكي، يعني 5 جرامات. بدي اخذ من الهيدروسول البيبونيج جرامين ونص او جرامين، هيدي بتهدي البشره اذا كان عندها احمرار او هيك. بدي اخذ من زيت الجوجوبا جرامين كمان، الروز هيب بدي اخذ جرامين، لحط كمان من تيتري اويل او زيت شجرة الشاي مثل ما شفتوا، هيدي القنينة هيك مفتوحة، انا عبيتهم بهيدي القطارة، يعني هيدا زيت شجرة الشاي، بدي احط 5 قطرات منه. اوكي، هو هيك بصير جاهز عنا. حنخلط كل شيء هلا مع بعضه، هلا بتشوفوا كيف بيتحول للون الابيض. شفتوا هيدا يا صبايا؟ من اجمل الكريمات اول شيء، ثاني شيء من اجمل البرايمر اللي بينحط قبل الميك اب، بيعطيكم لوك نظيف للوجه، يعني لوك نظيف للميك اب، بيظهر لكم الميك اب اول شيء، بخلي الميك اب يضاين اكثر، بثبت لكم الميك اب كمان، وبيعطيكم هيدا الوجه النضر، يعني عرفتوا كيف بيكون الوجه نضر؟ الميك اب بيكون ظاهر بطريقه حلوه، بنفس الوقت ما في شوائب بقلب الوجه. ليكو كيف صار. حاخلطه كتير منيح مثل ما شفتوا بالخفاقه عم بخلطه انا، ليتجانسوا كتير منيح ويعطيني هيدا اللون الابيض الحلو، لانه بالملعقه اذا بدكم تخلطوه ما حيطلع عندكم هيدا الشكل الحلو. هلا انا عندي هيدي الخفاقه الثانيه، لحظه لاجيبها، جبتها جديد. فيكم تخلطوه بهاي، عرفتوا؟ هيدي جبتها جديد صراحه بعد ما استعملتها، كمان فيكم تخلطوه فيها سريعه. شوفوا لي الجمال، شفتوا كيف تماسك؟ الفيديو سهل وبسيط بدي اقلكم، والكريم كتير حلو ومفيد جدا. رح نحطه هلا اكيد بالمرتبان وتشوفوه بالشكل النهائي. هيدا مثل ما حكينا بيرطب، بيعمل وقايه من الحبوب، حتى اذا في حبوب بالبشره بما انه حطينا زيت شجره الشاي رح يخفف لكم كثير من الالتهابات، يعني الحبه مثل ما تعب ما بتعرفوا بالبشره كثير مزعجه خاصه على الوجه، يعني انا لما تطلع لي حبه على وجهي نهايه الدنيا. فعم عالج الموضوع دغري، حتى احيانا اذا بتطلع حبه بالوجه بحط لها نقطه عليها من زيت شجره الشاي بتختفي دغري. فهيدا كنا عم نحكي انه الكريم بيرطب، بيعمل وقايه من حب الشبه، واذا في حبوب قلنا انه بيعالج الالتهابات وبيخفف من الحبوب، بينظفها يعني وبيطهرها وبيسرع بازالتها يعني. حطينا مثل ما شفتوا كثير انواع زيوت، مثل الجوجوبا، مثل الروز هيب، حطينا كامومي، هيدروسول، وحطينا الزيت لبان الذكر.
فهيدول كلياتهم اذا بتحطوهم بيعطي نضاره كتير حلوه للوجه. اذا انتم ما عندكم شي نوع من الزيوت اللي انا حطيته، مثل ما عندكم مثلا جوجوبا فيكم تحطوا لوز، زيت اللوز الحلو، ما عندكم مثلا هيدا بذور الورد اللي هو الروز هيب، فيكم تحطوا اي نوع زيت تاني، حتى فيكم تحطوا زيت جوز الهند المجزأ، مش التاني زبدة جوز الهند، لا فيكم تحطوا المجزأ كمان نسبة قليلة يعني جرامين أو هيك. وفيكم تقللوا الزيوت من 3 لـ2 مثلا، أو حتى 1 فيكم تحطوا زيت اللوز الحلو مع زيت التي تري أويل كمان بيمشي الحال، بس إنه بيطلع الكريم غني أكتر إذا منحط له هالأنواع الزيوت. فبتمنى الفيديو يكون عجبكم، إن شاء الله منلتقى بفيديو جديد. الفيديو الجديد لح يكون شو بيقولوا له هيدا ليف ان للشعر بس قبل السيشوار. يعني نحن لما نروح بدنا نعمل سيشوار، بتعرفوا قد ايه السيشوار مضر بالشعر، فنحن بنحط ليف ان قبل ما نعمل السيشوار حمايه من الحراره اللي بسبب لنا اياها السيشوار على شعرنا. فالفيديو الجاي حنعمله هيدا، ما بتروحوا عند ولا صالون الا ما بتكونوا راشينه على شعركم، حنعمله بالفيديو الجاي. بس بدي تحطوا لايكات كتير، إذا بيوصل الفيديو لعدد لايكات كبير دغري بصور لكم الفيديو، ببعث لكم إياه كأنه نحن عم نبعثه ديليفري. بحط لكم إياه على القناة بس عاجلا، يعني ما إنه بطول فيه، بس يعني ساعدوني شوي، حطوا لايكات كتير للفيديو ولنعمله بسرعة إن شاء الله، فيديو كتير رح يكون حلو. لهون بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. هلأ حفرجيكم الكريم بالشكل النهائي، بس نحطه بالمرتبين. وهلأ مثل ما شفتوا سكبته مش مرتبة، سكبته بهاي، هيدا لأنه شخصي لإلي، فلايكوا القوام قدي حلو. سامعين العصفور؟ بس لأحكي بيحكي بيرجع. فسكبته بهاي دي، لايكوا ملمسه، ليكو شو متماسك. كتير حلو. هلا اكيد انا بعرف انه حتسالوني على الماده الحافظه، ما بده ماده حافظه لانه الالوفيرا جيل في بقلبه ماده حافظه، حتى الهيدروسول في بقلبه ماده حافظه. عندنا الزيوت هون كمان ما بدها ماده حافظه، بس فيكم تزيدوا عليه فيتامين اي كمان تاكسد وتزنخ، بتزيدوا على الكميه اللي عملناها 2 جرام. اوكي، بتمنى يكون فيديو عجبكم، إن شاء الله منلتقى بفيديو جديد.